فعلا هتاخد اجازه قانونيه لحد اخر وقت، يعني مش هتنازل، انا مش هتنازل عن حد. شغال هنا في جنوب الصعيد، فمش لسه ما سافرتش، فانا مسافر عشان اشوف الموضوع ده هيوصل لفين. انا فعلا هتاخد اجازه قانونيه لحد اخر وقت، يعني مش هتنازل، انا مش هتنازل عن حد. هو والله يا فندم الناس معترضه وزعلانه، ايا كان الناس، يعني من ضمن الحاج ووالده مثلا او بعض اشخاص هنا في العيله متضررين من الموقف اللي حصل. انت بتجيب ايدك عليه بناء على ايه اللي حصل؟ هل هو مثلا تعرض لك لترجة، تعرض لك لموقف وحش ضايقك، عمل اسلوب همجي مثلا قعدت تعمل كده معاه؟ ممكن ده هو لابس هدومه في منتهى احترامه ووقف عشان يتصور معاك زيه زي اي شاب من ضمن الناس اللي كانت موجوده. ومع ذلك لو رجعت الفيديو لحظات لورا يا فندم، مثلا حوالي 4 سنين 5 سنين، هتلاقي ان في بنت اتصورت معاه في نفس اللحظه، اتطور معاها واتجه ظهره هو. كل اللي عمله بس ان هو قد يكون تصرف مثلا بطريقه مش منضبطه شويه بالظبط كده. هو عارف انتباهه عشان ما يمشيش مثلا، او عشان ما يبعدش، او كثره الزحام حواليه، فهو حابب انه يتصور معاه بس مش اكتر، بما انه فنان مشهور. بس يوصل لدرجه انه يمد ايده عليه ويضرب بالقلم؟ لا طبعا، احنا قبائل في الصعيد هنا مش بنرضى ده ومش بنسمح بيه. والموضوع بالنسبه لي انا لا تعويض مادي، ولا باصص انا ان انا ابقى ترند، ولا اتصدر للصحف، انا مش محتاج ده كله. انا محتاج اخد حقي، وبالقانون هعمل كده، وهفضل ورا القانون لحد ما اخد حقي ايا كان هو ايه.